أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الدرس الأول من وحدة من الخطب الملكية. سنقوم اليوم بقراءة هذه الخطبة والتعرف على أهم الموضوعات التي تكون فيها. ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه هذا الخطاب في الجلسة العامة للدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 28 من أيلول لعام 2015، استمراراً للجهود المبذولة في إبراز أهمية التسامح والحوار على مستوى العالم، ومن أجل صناعة المستقبل الذي تريده الشعوب، والذي يسود فيه التعايش والازدهار والسلام، إذ ذكر جلالة الملك 7 خطوات لتحقيق ذلك، وهي العودة إلى الروح المشتركة بين الأديان، تغيير لهجة الخطاب، ترجمة المعتقدات إلى أفعال، تعظيم صوت الاعتدال، كشف الزيف والخداع عن حقيقته، وأن التسامح لا يقبل التطرف، وأن التواصل يحدد كيفية العيش والتفاعل. هذه هي الخطبة. من خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم جميعاً ويطيب لي أن أخاطبكم على هذا المنبر الدولي ممثلاً للأردن وإنساناً يحب الله ويخشاه ويحب البشرية جمعاء، وأنا هنا أيضاً كأب يسعى لأن يعيش أبناؤه وبناته وأبناؤكم وبناتكم والبشر جميعاً في عالم يسوده السلام والرحمة والمحبة. إننا في الأردن فخورون بالعمل معكم لإطلاق مبادرات تبرز أهمية التسامح والحوار على مستوى العالم، وتجسيداً لذلك أطلق الأردن مبادرات رسالة عمان وكلمة سواء والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، ولا بد لهذه الجهود أن تستمر وأن يكون للأمم المتحدة دور محوري فيها وعلنيا جميعا أمام الشعوب وقادتها أن نساهم في بناء هذا الطريق. واسمحوا لي أن أقترح هنا 7 خطوات أساسية لتحقيق ذلك. أولا، دعونا نعود إلى الأصول، إلى الجوهر والروح المشتركة بين الأديان وبين معتقداتنا، لأننا وللأسف نفقد أحياناً الصورة الشاملة، فالجوامع بيننا أعظم بكثير من الفوارق، ويتمثل هذا الأمر في القيم المشتركة التي نؤمن بها من محبة وسلام وعدل وتراحم، لقوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ثانياً، دعونا نغير لهجة خطابنا. قد يعتقد معظم الناس أنه لا علاقة لهم بخطاب الكراهية الذي يحمله المتطرفون، لكن عالمنا عرضة للتهديد عندما يسيطر العنف والخوف والغضب على خطابنا، سواء في المدارس أو في الخطب الدينية أو في علاقاتنا الدولية. ثالثاً، دعونا نترجم معتقداتنا إلى أفعال، لنرتقي بذلك إلى تجسيد القيم والمبادئ لديننا الحنيف في مختلف حياتنا اليومية، في كل ساعة من مطلع يوم جديد، وذلك بأن نحب جارنا ونحترم من يختلف معنا وأن نرعى أطفالنا، فكل واحد منا يمكنه القيام بشيء يعكس المبادئ إيماناً بخالقنا عز وجل. عزيز الطالب، أيضاً يكمل الدرس: علينا أن نعظم صوت الاعتدال. أيضاً خامساً، علينا أن نكشف الزيف والخداع على حقيقته وبتفاصيل أكثر. سادساً، التسامح لا يقبل التطرف الذي ينمو على حالة اللامبالاة لأصحاب الفكر المعتدل. وأيضاً سيكون هناك سابعاً تتعلق بالاتصال، ففي عصرنا هنا يحدد التواصل كيفية العيش والتفاعل. ذلك عزيزي الطالب، سننتقل في حصص أخرى إلى تحليل هذا النص والوقوف على أهم
هذه النقاط السبعة التي ذكرها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.